دلوقتي هنشوف مثال على التايب بروبرتيز. لو انا وقفت على اي عنصر بلاقي في ال element properties حاجتين، instance properties دي تغير في عنصر واحد، وال type properties ده بتغير في الطيب كله. هختار النهاردة type properties، فبتطلع لي الشاشة ديت. تمام، ممكن لو دوست preview يطلع لي استعراض للشكل دوت من كذا ناحية. ودي أكبر ميزة في الريفت، إن اللوك الواحد أو الفاميلي الواحد بيبقى ليها في كل elevation وفي كل منظر شكل مختلف. يعني ده في 3D بيبقى بالشكل ده، ده أهو في البلان بيبقى شكل مختلف خالص، الانسب ليه في المكان دوت. تمام، بلاقي الخصائص بتاعته ديفولت اليفيشن، ده الديفولت اللي هينزل عادي، عايز اغير فيه اغير فيه، ماكس فلو مين فلو، الويدز اللي انا عايز اغير اعدل فيه هيتغير في كله الويدز اللي هو دوت، الكونكتور ممكن ما يكونش ظاهر معايا هنا بس لو بصيت عليه من اي منظر تاني يظهر معايا. تمام، الاسمبلي كود، الكينوت، الموديل، المصنع، التايب كومنت، اليو ار ال، سكريبشن، كل الحاجات دي انا اقدر اغيرها بحيث انها تعدل معايا، ولما تعدل معايا تعدل معايا في اللوح كلها في المشروع كله، مش في عنصر واحد بس. عمرو سليم.